ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة سيدنا وحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وإلى حضرات أوليائك الذين دفنوا في هذه القرية وفي هذه المقاطعة يا رب العالمين اللهم اجعل لهم تشريفا وتكريما وتعليما اللهم حفظ علينا من خيراتهم وعلمنا بفضلهم واهدنا بهمايتهم واحفظنا بحفظهم يا خير الحافظين اللهم بارك لنا في جميع امورنا لا سيما في امرنا هذا كما باركت على عبادك الصالحين اللهم لا تفضحنا ولا تعيبنا ولا تذلنا ولا تمزقنا وإنه في الخلائق لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم اجعل في قلوبنا محبة رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم സൗണ്ട് എന്തോ പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് മാഷാ അല്ലേ